استعداد مصلحة مركزية ذات امتداد هيكلي وطني من مهامها الأساسية مكافحة الجريمة المنظمة في طبعة جديدة تتوافق كليا مع مضمون الاتفاقيات الدولية. وبهذا ستكون المديرية العامة للأمن الوطني قد خطت شوطا لا يستهان به في مجال تطوير آليات عملها الوقائي الاستباقي بما يساهم أكثر في توفير مناخ أمني ملائم يساعد على بناء منظومة اقتصادية قوية قوامها الإتقان والتنافس الشريف، وفي منأى تام عن تغول المال الفاسد وكل أشكال الاحتكار والمضاربة والتدليس. وهذا عملا بتوجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة المزداد في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة جاهدة على تشجيع هذه المبادرات التي من شأنها إرساء المزيد من أسس الوقاية الأمنية. أقول أسس الوقاية الأمنية بمفهومها الشامل، لا سيما في ظل التحديات الراهنة وما تعرفه الجزائر من هجمات إعلامية شرسة من صنع خيال أولئك الذين يكنون لها مجانا حقدا وكراهية، غير أنها لا تبالي إطلاقا بهذه المبادرات أو المناورات الطائشة، فهي عازمة على المضي إلى آفاق واعدة بفضل تجنيد بناتها وأبنائها المتشبعين بقيم المواطنة النوفمبرية الصادقة. وستتولى هذه المصلحة مهمة مباشرة التحريات في قضايا الإجرام المنظم والإرهاب والأعمال الهدامة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الميدان، كما تطلع بمهمة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا خلية الاستعلام المالي، كما أنها تعتبر في مجال تخصصها الجهة الرئيسية التي يتم التعامل معها في مركزة التحرير مع الأقطاب الجزائية المتخصصة وتعزيز التعاون على المستوى الدولي. في الختام، يمثل هذا المكسب قيمة تضاف إلى الجهود المبذولة لغاية اليوم والتي بمقدورها إيجاد رد ملموس إزاء مختلف التحديات، كما يعد لبنة أخرى تعزز صرح قلاعنا الأمنية بما يساهم في بث رسالة الأمن والسكينة الكفيلة بتوافق أجواء الطمأنينة والاستقرار وحماية اقتصادنا الوطني من كل أشكال المساس والمضاربة ضمانا للرخاء المجتمع ورقيه. وفقنا الله جميعا على خدمة هذا الوطن العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.